والله بما تعملون خبير. سلام على كل من حمل عبء الأمانة، وأمانة التعليم ثقيل حلها، تتراكم مسؤولياتها مع مرور الأيام. سلام على الطلاب المجتهدين المتفوقين. طبعا اليوم تم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى المناطق المحررة في سوريا. هذا التكريم اعتماد المراكز الأول والثاني والثالث والرابع بالنسبة للتعليم الثانوي الأدبي والعلمي والتعليم الأساسي العام. تم تكريم أيضا طلاب التجاري على مستوى ريف دمشق وطلاب التعليم الشرعي الأساسي على مستوى أيضا ريف دمشق. التكريم كان الحقيقة يعني لنا العزة والفخار أن نفتخر بهذا الاحتفال الكريم، سبب لأنه نسبة الأوائل كانت من ريف دمشق نسبة لا بأس فيها ونسبة جيدة، تقريبا كانت حوالي ما يقارب 27 مكرم على نطاق 48 مكرم على باقي المناطق الجودية في سوريا. السيد نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ المهندس أكرم بوعلي المحترم، السيد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عماد بب المحترم، السادة مدراء مديريات التربية والتعليم. الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لحظة من لحظات النعيم نلتقي في هذا اليوم لنعيش لحظات الفرح والبهجة لنكرم أبناءنا المتفوقين. الحمد لله كانت فيها صعوبات شوي، بس الحمد لله حصلنا نتخطاها بجهود الأهل أول شيء، بجهود الأساتذة الكرام، معهدنا كمان الحمد لله كان في اهتمام زائد بالطلاب جميعا، يعني الحمد لله تعالى. يعني رسالتي انه توجه لكل طالب بده يقدم بكالوريا يسابر على دراسته ويجتهد من شان بلده ومن شان نفسه. المركز الرابع الطالبة روعة محمود النفي أفراد مدينة روان رضوان رمضان من منطقة دربوش 210، نحييها جميعا. المركز الرابع العلم عمل رابطة المهاجرون الأحرار أيضا لرعايتهم وتقديمهم هذا الحفل.